هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ويمكن قلنا في البدايه هنحاول نتابع شغل وزاره الصحه. يمكن امبارح كان في استعراض من دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم طبعا باعمال وزير الصحه. استعرض امبارح المستجدات عن ازمه كورونا لدكتور مصطفى مدبولي من خلال مجلس الوزراء, واتكلم في نقاط كتير جدا من ضمنها انه طبعا في توجيهات من 1/12 ان شاء الله مفيش اي من المواطنين هيخش لاي مصلحه حكوميه الا ما يكون تلقى لقاح كورونا. طب هل الوزاره اشتغلت على ده ولا لا؟ وفرت للناس كل حاجه؟ وفرت في مراكز كتير جدا لتلقي اللقاح, موجوده في محطات المترو ومحطات القطارات, وفي شايفك شاك كمان موجوده امام المحطات والمؤسسات الحكوميه المختلفه. ده وصلت لايه؟ وهل فعلا القرار هيتم تطبيقه من 1/12 ولا لا؟ وهل هيبقى بس تطعيم بس, ولا ممكن لو حد عامل PCR يقدر يخش يخلص مصلحته لحين طبعا التسجيل للقاحات؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر من صديقنا العزيز دكتور حسام عبد الغفار الامين العام المجلس الاعلى للجامعات والمتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير استاذ احمد, تحياتي لحضرتك يا فندم ولجميع حضرتك الكرام. ربنا يخليك يا دكتور, يعني طبعا ربنا يكون في عونك بمجهوداتك الفتره اللي جايه ولكن قدها قدود ان شاء الله. نبدا كده باستعدادات وزاره الصحه للقرار ان هو مفيش من المواطنين هيخش خلاص اي مصلحه حكوميه ينفذ اي حاجه من خدماته الا ما يكون متطعم 1/12, صح كده؟ بالظبط. طيب احنا عندنا بقى دلوقتي انا شايف في مراكز كتيره دكتور موجوده في محطات المترو وفي القطارات, الاقبال عليها خلاص تمام ولا انا شايف كثافات في بعض الصور يا دكتور؟ هل ممكن تزيد شويه؟ خليني اقول لحضرتك, هو الاستعداد بيبدا من تغير استراتيجيه العمل. احنا في الاول كنا شغالين على توفير اماكن كثيره جدا ثابته ودعوه الناس الى الحضور لتلقي اللقاح في هذه الاماكن الثابته. تمام. احنا النهارده مع التطور الحاصل ومع توافر اللقاحات انتقلنا لمرحله لا, احنا اللي هنتحرك للناس وبنقول لهم انتوا موجودين فين؟ موجودين في محطات المترو, احنا هنكون معاكم. موجودين في محطات القطارات, احنا هنكون موجودين معاكم. موجودين في المولات, احنا هنكون موجودين معاكم. موجودين في الجمعيات العموميه للنوادي, احنا هنكون معاكم. موجودين في المصالح الحكوميه اللي فيها كثافه تردد عالي, هنكون معاكم. احنا انتقلنا من مرحلة انتظار المواطن اللي جاي الطعم الى ان احنا رايحين للمواطن وبنقول له التطعيم موجود اهوت, احنا هنسجل لك دلوقتي وهتطعم وانت واقف. هايل, يعني هيسجل في نفس الوقت ويطعم, مش هيسجل وينتظر موعد. لا خالص, هنسجلك وانت موجود وتطعم وانت موجود. فده الاختلاف لاستراتيجية العمل, ده تمهيدا لانه لما اخد انا كدولة قرار اقول انه المواطن الذي لن يتلقح او اللي مش عايز يتلقح من غير اسباب مرضيه او من غير اسباب تمنعه من اللقاح لن يتمتع بالخدمات التي تقدمها الدوله من خلال المصالح الحكوميه بشخصه. عشان اخد قرار زي كده يبقى انا بوفر للناس كل الطرق والوسائل التي تحافظ على صحتهم وعلى صحه المجتمع. هو في يا دكتور لسه ناس مش عايزه الطعم؟ الحقيقه الاقبال زي ما حضرتك بتقول الاقبال يعني جيد جدا, متميز جدا. صحيح. احنا بدأنا نغير ودي الحقيقة حاجة على قد ما هي مرهقة لكنها الحقيقة سعدانة جدا كوزارة وكدولة. بدأنا نغير البوينت اوف كير او نقطة الرعاية اللي كنا حاطينها في اماكن في المترو نتيجة للتزاحم ونحطها في مكان تاني اوسع. صحيح. شيء بيسعدنا لانه في اقبال شديد, وواضح من الواضح انه الناس كانت اكثر موضوع انه التسجيل على الانترنت وكده يمكن ما كانش مساعدهم قوي. صحيح. لما لقوا ان هو ممكن يسجل ويطعم في نفس الوقت ده شجع قطاع عريض من المواطنين ان هم يطعموا. بخبرة حضرتك يا دكتور, هو التخوف اللي بعض المواطنين لسه مش عايزين يطعموا لحد دلوقتي راجع لايه؟ لا, اللي مش عايز يطعم لحد دلوقتي يعني اما ان هو عنده تصور انه في مرض معين ده محتاج توعيه. يعني في ناس متخيله ان اللي عنده ضغط ما ينفعش يطعم, اللي عنده امراض مزمنه ما ينفعش يطعم, مع انه الحقيقه انه الفئات الاولى بالتلقيح هي اللي عندها امراض مزمنه. ففي وطبعا بالاضافه الى انه في اشاعات انتشرت على السوشيال ميديا في فتره من الفترات تتحدث عن اضرار وهميه للقاح. صحيح, وخوفت بعض الناس. صحيح. يعني ففي ناس بتلقي اذان للاضرار الوهميه دي اللي هي غير حقيقيه وغير مثبته وما لهاش اي علاقه لا بالعلم ولا بالطب ولا بالصحه الحقيقه.
تمام. انما إيه ننزل بقى كل المحطات المترو والقطارات واغير استراتيجيه زي ما حضرتك قلت، يبقى كده انا عندي جاهزيه من اعداد الفاكسين الموجوده او التطعيمات اللي عندي. يعني الحمد لله انه بتوجيه واضح ومتابعه من القياده السياسيه من السيد الرئيس شخصيا، الحكومه المصريه تحركت لتوفير كميات اللقاح، سلسله امداد ثابته على الرغم من التغيرات الدوليه في هذه المساله. تمام. تصنيع للقاح داخل مصر، التنويع للمصادر اللي بنجيب منها اللقاحات، بدليل انه عندنا النهارده تقريبا كل مرحبا استاذ احمد، انا سامع حضرتك كويس. حضرتك توقفت معايا عند ان عندنا كل انواع التطعيمات الموجوده في كل دول العالم تقريبا، يعني ما فيش دوله فيها كل اللقاحات الموافق عليها غير يعني اكاد اجزم انه ما فيش غير مصر. صحيح. فزي ما بقول لحضرتك كده، في حرص على سلسله امداد منتظمه بمواعيد ثابته في ظل تقلبات عالميه شديده، تصنيع ومواد خام بيتم تصنيعها في مصر، وفي نفس الوقت كمان بنجري التجارب الاكلينيكيه واطلقنا التجارب الاكلينيكيه للمرحله الاولى للقاح اللي بس مش بس هيصنع في مصر، لا ده كمان منتج بتكنولوجيا مصريه بعقول مصريه في مراكز ابحاث مصريه. ده اللي هو كوفيفاكس يا دكتور؟ بالظبط كده، بالاضافه الى انه في حاجات ثانيه كمان اوشكنا على الانتهاء منها، يعني فرق بحثيه اخرى اوشكت على الانتهاء من لقاحات هيتم الموافقه عليها في الايام القليله القادمه ان شاء الله. بعض الاشاعات طلعت امبارح، وانا عارف انه المركز الاعلامي مجلس الوزراء تواصل مع حضرتك لتاكد منها، عن انتشار الحصبه مره ثانيه في مدارسنا وبين اطفالنا الفتره اللي فاتت، فرد حضرتك ايه؟ يعني الحقيقه انه هي اشاعات، وحضرتك قلت انها اشاعات، واحنا لم نرصد اي نوع من انواع الانتشار للحصبه ما بين الاطفال ولا في المدارس ولا في غيرها. فالين واحد اللي عايز يقوله انه احيانا في اشاعات بتبقى تمتاز باستزاجه. صحيح. يعني اصل وجود نسب مرتفعه من الاطفال المحصبين دي مش حاجه هتخفى على احد يعني. والحصبه لها اعراض بتظهر، مش بس ارتفاع درجه الحراره، انت بيظهر رشح جلدي، بيظهر فالحقيقه انه هناك اشاعات الهدف منها هي مجرد خلق البلبله. صحيح. انا سائل السؤال ده، يمكن حضرتك مشكورا صراحه من رديت على طول في مهد الاشاعه وخلصنا منها، بس انا بسال، هو الحصبه دي مش انتهت تماما لان كل اطفالنا اتطعموا منها خلاص، فهي مش وارد تيجي؟ من اعلى الدول في معدلات التوقيت. صحيح. في الحصبه يعني، وده بشهاده المنظمات الصحه العالميه، مش بشهاده محليه، مش احنا بس، يعني مصر محققه اكثر من المستهدف في برنامج اللقاحات اللي وضعته منظمه الصحه العالميه على مستوى العالم. الحقيقه ان التجربه المصريه في برنامج اللقاحات من التجارب الرائده التي دائما ما تشير اليها منظمه الصحه العالميه. العدد انا عارف حاجه بتاع التفاصيل وبتاع ارقام، العدد فعلا اللي احنا وصلنا له 40% من الشعب الطعم؟ احنا بنتكلم في 41 مليون تقريبا ما بين جرعه اولى وجرعتين. دول تم تطعيمهم بما فيهم بقى طلابنا بتوع الجامعات، لان عارف ان عند حضراتكم بقى الجامعات والمعلمين واعضاء التدريس والهيئه المعاونه والجهاز الاداري للدوله. هو المستهدف كم يا دكتور؟ يعني احنا 41 مليون، المستهدف كام؟ احنا كانت البدايه ان احنا نوصل ل 40%. تمام. الحمد لله مع الرغبه الواضحه عند الناس والمعدلات اللي بيتم تلقيحها وتطعيمها والحرص على التلقيح، اللي لما وصلنا لما احنا بقينا ننتقل للناس، احنا الحقيقه يعني عايزين نوصل لارقام اعلى من كده بكتير. احنا عندنا 72 مليون جرعه اعتقد موجودين، دول خلاص جاهزين. عندنا 78 مليون جرعه، ده كل يوم بيزيد ما شاء الله. وخلال كمان يعني قبل نهايه العام من المخطط انه يوصل لنا 14 مليون جرعه. احنا الحمد لله زي ما كان دكتور عوض تاج الدين بيقول، الحمد لله ما وصلناش لذروه الموجه الرابعه، فعايز اتكلم هنا واسال اخيرا اتعقد حضرتك معلش عن جاهزيه مستشفياتنا لو لا قدر الله الموجه زادت عن كده. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على المستشفيات التابعه لوزاره الصحه والمستشفيات الجامعيه، يعني نسب الاشغال فيها الحقيقه في الحدود الامنه جدا. معدلات دخول المستشفيات الحقيقه زادت الفتره اللي فاتت مع ازدياد الاعداد مع الموجه، لكنها ليست بالزياده في الارقام المرتبطه بالاصابات، يعني في الموجه الاولى والثانيه ويمكن في الثالثه كان كل ارتفاع في اعداد الاصابات يقابله ارتفاع متناسب معاه في اعداد المرضى اللي بيدخلوا. صحيح. لكن الحمد لله احنا مع الارتفاع في اعداد الاصابات، لكن لا يوجد نفس نسبه الارتفاع في اعداد المرضى اللي محتاجين لدخول. ده راجع دكتور للتطعيم ولا ده راجع لضعف الحموله الفيروسيه؟ راجع للتطعيم، والجزء الثاني راجع للمناعه اللي تم اكتسابها، المناعه المجتمعيه اللي تم اكتسابها في الفتره اللي فاتت. تمام. والجزء الثالث راجع لالتزام الناس بالاجراءات الاحترازيه، احنا
في بداية الموجة الأولى والثانية كانت الناس بتسخر من اللي لابس كمامة. طبعا النهاردة بقت الناس هي اللي بتشجع وتقول لك البس الكمامة. يعني بقى في وعي مجتمعي أكثر، وبقى في التزام أكثر، وبقى مسألة التباعد، وإن إحنا والناس بقت متقبلة. زمان لما كنت ما تكلمش على حد كان بيعتبر دي إساءة. طبعا دلوقتي الناس متقبلة إنه بسبب الكورونا ما فيش تلامس، ما فيش تقبيل، ما فيش الأمور دي كلها. بقت الشاب أكثر وعيا في الإجراءات الاحترازية وأكثر التزاما مع التلقيح والنسبة الحمد لله اللي وصلنا. مشكور جدا صديقنا العزيز دكتور حسام عبد الغفار الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه والمتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. يعني بشكرك على استقطاع وقت من وقتك، طبعا عنده مسؤوليات كتير جدا، ولكن خاصه حال بلدنا بمجموعه من التصريحات عشان نطمن المواطنين ونشجع كمان المواطنين. لسه كده دماغه بتلعب يطعم ولا ما يطعمش؟ لا طبعا لازم تاخد الجرعات، لان خلاص انت اكيد هتستخدم المصالح الحكوميه، انت هتروح تطلع رخصه، هتخش الشهر العقاري، هتخش بنوك، هتروح حاجات كتير جدا، بطاقه التموين، كل ده مش هتعرف تعمله من 1/12 يعني. فلازم الفترة دي تكون الطعام. طب الدولة سهلت ده؟ سهلت ده وغيرت الاستراتيجية زي ما دكتور حسام قال، نزلت لك لحد عندك، موجودة في محطات القطارات، موجودة في محطات المترو، موجودة شوف عربات كمان اتوبيسات مجهزة موجودة في الشوارع، موجودة امام المصالح الحكومية، وهتسجل وتطعم. يعني مفيش بقى تسجيل وهستنى الميعاد، لا هتسجل وتطعم. فده سهل كتير طبعا، وده قلل كتير، يعني ده قلل كتير. وان شاء الله مش هنوصل لذروة الموجة الرابعة ولا هنروح لخمسة ان شاء الله. مع التطعيمات دي هتفرق كتير جدا معانا. بشكرك مرة تانية دكتور حسام عبد الغفار.